صباح الخير مرة أخرى صباح إيناس. النور. صباح النور. صباح الخير اللي التحقوا بينا تويكا وقاعدين يتفرجوا في كافيين. اليوم باش نحكيوا على موضوع يهم برشا عباد الكبار والصغار، هكا ولا مغرور. اليوم حضرنا موضوع وحضرنا مع الموضوع برشا ماتريال، لذلك باش نحكيوا على السنين وكيفاش نزرعوها وكيفاش ننظفوها قبل الزرعان بيان سور، تنظيف وكيفيه الوقايه نتاع السنينه. اي نعم. كيفاش نستحفظوا على السنينه قبل كل شيء هذا؟ اي خاطر انا نستحق الزرع. هذاك موضوع اخر ان شاء الله باش نحكيو فيه ان شاء الله في الايامات الجايه. دونك ظهر لي عملت لنا الانترودكسيون مغرور. وخالتي انا حسب ما فهمت انا ما زلت صغيره على الحاجات هذه، تو نكتشفوا التفاصيل مع السيده الدكتوره مدام ايناس. تو نفسر لولدي. دونك اليوم باش نحكيو على كيفيه العنايه بالسنين نتاعنا من اللي نبداو صغار للي نكبروا. ايناس كيفاش؟ اوكي الوغ قبل كل شيء معناتها الوقايه ديما خير من العلاج، دونك اي انسان لازم يستحفظ على صحه اسنانه. كيفاش باش نفسر لكم تويكا؟ اولا نبداو بالصغار بالصغار للكبار. اوكي احسن حاجه نحن الاولين. دونك دكتوره كيما كنا نحكي وانه العنايه نتاع السنين نتاعنا ونظافه السنين نتاعنا وباش ما نوليوش نعانيو مشاكل كي نكبروا تبدا من الصغرى نتاعنا، يعني من دوبا ما نتولدوا. كيفاش؟ بالطبيعه ديما نقول كون الوقايه خير من العلاج، ديما الوقايه خير من العلاج، هذه حاجه معروفه من احنا صغار ديما نعرفوها. بالنسبه لي دون دولي معناتها يكبروا عند سنين الصغير. الحليب سنين الحليب. اوكي دونك ديما البيبي كيف يتولد يطلعوا له سنين اللوطه وسنين الفوق بشويه بشويه يبداو يطلعوا لي دون دولي. دونك الماما بطبيعه الوالده ديما ترضع البيبيات بالبيبرون، مي هذيك هي غلطه كبيره برشا. وإذا تخلي له البيبرون في فمه وتمشي يعني فوالا، سورتو قبل النوم قبل ما يرقد تحط البيبرون في فمه ويبدا الغلطه اللي اكبر هي يحطوا السكر في البيبرون في الامعاء الحليب. دونك هذيك الحكايه هذيك الحكايه تولي برشا مشاكل وتعمل حاجه اسمها كاري دو بيبرون. دونك يل فو ميو اليميني لو لي افون دو دورمير. واذا كان البيبي تقول لك انا ما نجمش البيبي نتاعي ما نجمش نرقد لما نحطوا الحليب، دونك تحطوا الحليب مي سون سكر ومن بعد لك تاخذ ان بتي كومبريس ان بيبي افيك دو لو وتنظف له السيرفاس اكسترن معناتها القشره البرانيه نتاع سنه تنظفها له بالكومبريس باش نجم يرقد وما تصيرلوش كاري دو بيبرون. علاش؟ على خاطر السوسه بالنسبه لي دون دو لي تتسرب اسرع من بالمقارنه مع السوسه اللي بالنسبه للكبار. الكبار اي فوالا دونك يل فو ميو مادام السنين نتاع الصغار مؤهلين للسوسه اكثر من يعطيك الصحه يتسربوا في صافي صافي يوصلوا للعروق. دونك يل فو ميو معناتها نبا مع الحليب لا قبل النوم، تو سكي سكري لاسيديتي كيف كيف تو سكي جو سكري هذاك الكل يل فو ميو لي زيليميني بالنسبه لي زونفون. وكان يعني البيبي هذاك ولات له مشاكل في السنين نتاعو شنو فما كيما قلت بيان في ليكوليس انه فما دي دونتيست سبيسيال فما دي بو دو دونتيست هذوما لي بو دو دونتيست سون دي سبيساليست في معالجه الاسنان بالنسبه للاطفال اطفال فقط. دونك معناتها نجموا الاولياء يشوفوا يحلوا الفم نتاع البيبي نتاعهم يشوفوا اسكو عنده حاجه تيتاش نوار سور لي دون يزوم طول للبيدو دونتيست باش يعالجوهم قبل ما يطلعوا السنين الاخرين باش يطلعوا في سلام يعني. اوكي فوالا. دونك دكتور ايناس بعد ما عطيتنا النصائح هذيا بديت لنا من الاولى هاكا من اللي دوبا متولدوا نتعداو للمرحله خاطر الوقايه هي لازم تكون بشويه بشويه حتى من الصغار تو بيبي ومن بعد باش يبدا يكبر وقت البيبي يبدا يكبر شويه لازم ماما تاخذ اون بتيت بروس ادون هاكا فما دي دونتيفريس بالشوكولا بالفريز تعلموا بشويه بشويه كيفاش يحك سنيه قبل ما يرقد تولي له اون ابيتود من غير ما يشعر ملي هو صغير حاجه عاديه يولي ينظف سنيه يحك سنيه قبل ما يرقد بعد ما ياكل معناتها ما تحرموش من الحلوى بعد ما ياكل حلوى تقول له اي بروس ادون بونبون بلوس بروس ادون دونك يو سبروس تولي حاجه اوتوماتيك. دونك مادام جبت لنا على البروساج باش نحكيو كيفاش الطريقه نتاع تنظيف السنين نتاعنا والطريقه الصحيحه يعني. اوكي الوغ البروساج كيفاش؟ البروساج دي دون هو سلاح ذو حدين اون فيت. اي عندنا الموفي وال موفي بروساج والبون بروساج. بروساج دي دون هو سلاح ذو حدين، يا اما تكون ان بون بروساج اذا كان لو بون بروساج افيك لا بون ميثود هذاك
أمورنا واضحة فيه. إذا كان أمو في بروساج عنا ديجا تساور قاعدين نشوفوا فيهم يعني لو بون بروساج كيما نشوفوا يعني اللثة تبدأ سليمة نتاعنا والسنين يبداو يبيضوا أمورنا واضحة. علاش ننظفوا سنينا؟ علاش كنا ننظفوا سنينا؟ باش نجتنبوا حاجتين اللي هو تراكم نتاع الصلصال في السنين اللي هو مش به للثة اللي هو اللي يعمل سينيمون اتسيتيرا وباش ما يكثرلاش الصوص. ديجا هذوما زوز الحاجتين معناتها على الانسان على المريض. وبعد ذلك الطبيب يمشي في الحالات الاخرى بالطبيعه. مي الوقايه ديما خير من العلاج. دونك لو بروساج دي دون واحد يقوم الصباح اون سو بروس جامي لو ماتان خاطر وقت اللي واحد يقوم في الصباح يكون فمو ميليو اسيد حامض. اوكي دونك لازم ياكل قبل ومن بعد يغسل السنين نتاعو. ولا بالعكس احنا خاطر ماما تقول نغسلوا سنيكم قبل ما لا يا ودي لازم بعد ما تعملي اوكي باهي مش ما تهريهمش سنيك وما يوليوش من بعد لك سونسيبل باهي ماما اوكي توا نرجعوا تاع نحكيو بالكبار اي سامحك اوكي اتو تالوغ باهي الوغ دونك لو بروساج ديما ماذا بينا اون بروسا دون سوبل با دو بروسا دون دور لو بروساج سيفيكتو دو سيت مانيير ديما من الاحمر للابيض دو روج فيغ لو بلون اوكي دونك افيك دي موفمون دو روتاسيون الفم ديما يكون محلول ما نحطوش فمنا مسكر وحنا اون سو بروس لي دون دونك البروسا دون نحطوها معناتها نونجل 45 دوغري وديما نعمل دي موفمون دو روتاسيون دو روج فيغ لو بلون بطبيعه بعد الماكله يعني من الوتر للفوق فوالا اكزاكتومون خاطر كيف باش تحكوا هكايا ريتو لي فيبر نو باس با في ليسباس ما بين السنين مي كي تعمل هكا يتنحل فوالا لي بروس بروس تمشي في ليسباس انتيغ دونتيغ كيف كيف من الداخل دونك اون باس لهنا ماذا بينا نكثروا اكثر على خاطر الساليف تخرج من هنا والتكون نتاع الصلصال ديما يكون هنا اكثر من اماكن اخرى خاطر الساليف تخرج من هنا ومن هنا دونك ماذا بينا ديما ننظفوا بالطريقه التاليه ومن البرا كيف كيف من اول مره باش تجيكم الصعيبه خاطر انتم مستنسين هكا وفي ساعه في ساعه لا يفو ميو فيغ بليزيور فوا على قاعده وبشويه كو تنزل على اللثه نتاعك وتهريها تولي مشاكل اخرى تولي مشاكل اخرى اللي تحكيو عليها فيها من بعد فوالا البوصه لازم يكون 3 فوا باغ جور ابخي لو روبا ماذا بينا حتى كان باش ناكلوا حاجه حلوه اون سو بروس لي دون واحد يقول لي انا ما نجمش ثلاث مرات في اليوم نخدم ما يسالش ما فيها باس تاخذ بروسه دون في الساك في الـ في الـ في الـ في الخدمه نتاعك اون سو بروس فوالا لو دونتيفريس باهي انيس هذه طريقه في الدار طريقه البروساج في الدونتيست كيفاش تكون؟ اون فيت شي الدونتيست اون في با دو بروساج اون في ان ديتارتراج خاطر معناتها بيان سور سي فغي كو احنا في تونس وين واعيين اكثر والحمد لله مي ماذا بينا نكونوا واعيين اكثر باش نمشيو للدونتيست او موان 6 موا باغ شاك 6 موا لا سامحوني شاك 6 موا او بيان شاك اون اني باش واحد يعمل تشيك اب على سنين يشوف اسكو فماشي سوسه اسكو معناتها فماشي صلصال باش ينحي يعمل ان ديتارتراج دونك لو تارتر يتكون اذا كان انسان ما يحبش سني ما نظفش سني سي اون بلاك تتكود لهنا طبعا بعد اللي كنوريكم بالضبط كيفاش وقت اللي واحد ما يحكش سني بعد ما تتراكم يعني مش تتراكم فما اون كوش بلونش توت اوتور دو لا دون القشره البيضاء هذيك سير لا كالسيفيكاسيون تيبس اوكي وكيف تيبس السيرفاس نتاعها ما هي حرشه دونك شنو يصير تجرح الغب كيف تجرح الغب الغب يزيد يتنفخ وصير انسينيمون دونك دي كون انسينيمون عارف راهو انت عندك انفلاماسيون اللي هي اسمها جينجيفيت دونك il faut aller tout de suite chez votre dentiste pour faire un détartrage allez خاطر الصلصال اذا كان ما تعملش ديتارتراج ويقعد الصلصال يزيد يتكون مالوغوزمون الصلصال يتكون مع السنه من الفوق وتحت السنه في الجيوب معناتها في لي بوش تولي عندك دي بوش وزيد العظم يزيد يهرب وقت اللي العظم يزيد يهرب وصلصال ياخذ بلاصه العظم السنه تولي فراجيل وتطيح ونخسروا هذه الكل علاش على خاطر ما مشيناش للدونتيست وما حكيناش سنينا بالباهي في الدار احنا عندنا برشا في تونس يخافوا من لي دونتيست دكتور وحتى كي نمشيو للدونتيست راهم في الحالات القصوى على الاخر كي يبداو موجوعين على الاخر واذا ان سوفيت نحط لهم الوجيعة دونك ما عادش يرجعوا للدونتيست وبعد يقولوا دونتيست احنا كنا فمنا يولي عندي برشا مشاكل لا يلفو ميو الي ديما معنيش نوسيون انك تمشي دونتيست وتعمل فيزيت وتمشي تعدي على فمك سا اميليوري مي احنا عليه عملنا الحصه هذه باش نزيدوا نوعيوا العباد باش يتشجعوا توا فما البنج لي دونتيست سي سون بلو ما يخافوش لاباس معناتها اون اسي ديتر بلو كول افيك نو باسيون
اون بليس فما البنج معناتها علاش مادام فما بنج علاش ما نمشوش فوالا اوكي دونك اذا كان قلنا اذا كان عندك واحد يبدا عنده موفيز الين ريحه خايبه في فمه والا فما دم عارف هذاك راهو لازمك تمشي تعمل برشا كي يحكوا سنيهم يهبط دم فوالا كيما قلت لك الدم هذاك اكوز دو لا جانجيفيت معناتها الالتهاب نتاع اللثه تتنفخ اكوز من الصلصال اكوز دو تارت دونك يصير انسينيمون دونك لازم تمشي تعمل ديتاكتراج اوكي وفما حاجه اخرى اللي هي السوسه السوسه كيفاش واحد يعرف اللي هو عنده سوسه اذا كان يشرب حاجه بارده اي حاجه بارده توجور سنتو سوسه واذا كان حاجه حلوه سوسه دونك لازم يمشي للدونتيست يديه السوسه قبل ما تزيد تتسرب وتمشي في العرق وزيد تعدي زيد الفم الكل تزيد تعدي الفم الكل اذا كان توصل للعرق معناتها وقت اللي كامله ما يرقدش وي وبعد العرق تولي تتنفخ مشاكل كبيره ديجا دونك يل فو ميو واحد يحاول يمشي للدونتيست باش دكتور ينيس نحكيو شويه على دونتيفريس ونحكيو شويه على لي باند بوش وكيفاش يعني انا هو دونتيفريس الباهي ويلزمنا ديما نستعملوا الباند بوش والا لا باهي الوغ لو دونتيفريس يل فو ميو معناتها بروندر لي دونتيفريس ا باز دو فلور خاطر لو فلور سون دي معناتها بارتيكول تري فين كي بوف سابسوربي في السنه الفلور معناتها يخلي السنه صحيحه اكثر دونك يل فو ميو بروندر لي دونتيفريس افيك لو فلور اذا كي تمشيو للدونتيست وتاني نصحكم شنو انا دونتيفريس فوالا اديكوا للمريض نتاعو بالنسبه سامحني حاجه اخرى صغيره برك اوكا دي موفي بروساج كي نو اديكوا اللي هي بالطريقه التاليه هكا وتقعد تنزل بالقوي اللي هو غلطه نعاود نفصل مره اخرى دي روج فيغ لو بلون avec des mouvements de rotation من غير ما نرجعوا اوكي okay, سي تري امبورطون اون ديما ناخذوا اكثر وقتنا في البروساج دونك في الطريقه هذيك اذا كان نحكوا هكايا تصير اون انفلاماسيون دو لا جونسيف من بعد هيك جونسيف تهرب كيما قاعدين نشوفوا فوالا تولينا عندنا اون ريسيسيون اون ريسيسيون جينجيفال سينون تصير لنا دي زابراسيون ولي زابراسيون هذوكم شنو يعمل تولي سونسيبيليتي دونك لو موفي بروساج تعمل لك اون ريسيسيون الغب يهرب وزاد كيف كيف بخلاف كون الغب يهرب الغسين تظهر وتزيد تتحك وتتهرى وتاكل وتولي سونسيبيليتي اي سي با استيتيك وي فوالا وزاد كيف كيف فما تصاور باش نوريهم اللي هما معناتها الانفلاماسيون ديجا واضحه الانفلاماسيون توت اوتور دو توت اوتور دو دو لا دون و لو بلوك دو تارتر سي با بو افوار سي با بيان بور لا سانتي سي افيك دي موفيز هيلين دونك يل فو ميو سو بيان سو بروسي لي دون افوار اون بون هيجين اوكي اي اللي شي الدونتيست دونك بعد البروساج دكتور انيس فما طريقه اخرى اللي هي بالفيل فوالا اكزاكتومون دونك لو فيل لو فيل دو سوا بيان سور سي لو دونتيست كي اللي هو اللي باش ينصح سي كل كل جون دو فيل فما لي بروسيت انتر دونتير فما دونك لي فيل مش يعني الفيل هذيك اللي نستعملوا فما دو جون دو فيل وزاد كيف كيف فما البروسيت انتر دونتير بيان سور سي لو دونتيست اللي هو ينصح انا هنا نعمل بروسيت فما سورتو رجال يبداو قاعدين في القهوه ويشدوا هذيك الوحده اون بوا وحده بوا هذيك هي كوردون فوالا هذيك الفو با ليتيليزي على خاطر اشاك فوا كو تعديها ضر الغب نتاعك هو نفس الدياميتر تولي عندك اسباس غادي دونك يل فو ميو يوتيليزي معناتها لو فيل الوغ لو فيل لو فيل ندورو هكايا في صبعنا اوكي تشدوه بالطريقه التاليه هكايا كيف تجيو تهبطوا تهبطوا بشويه هكا نهبطوا على الاسباس هذايا ونطلعوا دونك نهبطوا هكا ونطلعوا نمشيو من البارتي هذه البارتي هذه نهبطوها ونطلعوها من هوني كيف كيف معناتها اترافير تو لي دون علاش نستعملوا الفيل على خاطر فما دي زاليمون اللي يتشدوا اونتر لي دون اوكي اي افيك لي فيبر دو لا بروس اون بو با لي ايليميني فوالا دونك افيك لو فيل اون بو لي ايليميني سينون لي زاليمون اذا كان يشدوا غادي كتولي عندنا لي كاري دو كولي اوكي لي كاري انتر انتر دونتير اي اون اورا دي انفلاماسيون ولي عندنا دي بوش دونك ليجين هي الكل معناتها il faut vraiment bien avoir une bonne hygiène à domicile الوقايه فوالا الوقايه خير من العلاج ديما نرجع ديما نرجع الوقايه في اي حد كان مش الاسنان في اي حاجه واحد ديما يحاول يستحفظ على روحه ويمشي هذا كيف كيف شاك سي موا شاك اني يمشي يعمل تشيك اب فوالا كونترول بور فوار
دونك بعد التنظيف والعنايه بالسنين نتاعنا باش نحكيو شويه على لي بروبليم دي دون باش نحكيو كيفاش يعني واحد يخسر السنين نتاعو وكيفاش يلقى لهم حل. يلقى لهم حل انت دكتور يعيش. دونك احنا قلنا اذا كان انسان يمشي كل عام مينيموم اون فوا باغ اني يمشي للدونتيست او موان باش يشوف شنو لازم يعمل دي تارتراج كيما قلنا سوان دو كاري. ساعات الانسان نجم معناتها يتلز الدونتيست باش يقلع له سنتو وكاوث فما تتقلع سنة لازم معناتها نطلبوا من الدونتيست باش يركب لنا السنة نتاعنا. دونك بالنسبة للتركيب معناتها هذه كوبيها بالنسبة للتركيب السنة تعويضها فما حاجة اسمها الجزء سامحني هذايا سكرها زاد. بالنسبة لتركيب الأسنان شنو عندنا فما حاجة اسمها بريدج أوكي جسر بالعربية صح ولا؟ دونك الجسر هذايا سي أون لو في معناتها نبريو زوج سنين ونحطوا البريدج يعني يبدا عندنا الكورون نتاع السنين نتاعنا يعني الباز نتاع السنة ولا الزرسة نتاعنا تبدا موجودة ونعوضوها بالبريدج. إذا كان ما نركبوش شنو يصير؟ الأليمونتاسيون ما ناكلوش بالباهي ومعناتها اون ديغي ما كلت حتى شيء خاطر شنو هي عمليه الهضم؟ تبدا من الاسنان من الاسنان واذا كان الاسنان يبداو ناقصين عمليه الهضم شنو يصير فيها؟ ما تمش على قاعده صحيح ولا؟ دونك لازم نركبوا واذا كان ما نركبوش السنين نتاعنا يوليو ما عادش كل وحده في بلاصتها يدخلوا بعضهم بيان سور فهمت وفي الاخر تراسيلنا بلاش سنين بلاش سنين نحن نتركب احنا ما نحبوش نوصل اللي طاح هذا او موان نمشيو نركبو فوالا ابار لي بريدج بيان سور فما طريقه طرق حد طرق حديثه اللي هي زرع الاسنان بيان سور هي صافي بلوزيوغ زاني هي بسرعه يعطيك الصحه في دوره التطور مازالت هي قاعده في التطور واش تقعد ديما في التطور سواء كان في طريقه الزرع وزرع نفسه قاعدين يطوروا فيها عالميا بالطبيعه هي عمليه جراحيه ان شاء الله في حصه اخرى كان ربي سهل نحكيو عليها معناتها بالتفصيل معناتها وشنو هما الحالات اللي نجم نزرعوا فيها شنو الحالات اللي نجم نزرعوا فيها هذاك موضوع اخر موضوع اخر فالزرع هذايا معناتها يكون معناتها نزرعوا في العظم السنه من غير ما نمسوا زوز سنين هذوما كيما رينا لهنا هذايا هنا مسيناهم زوز سنين عملنا بريدج وركبنا البريدج فوقهم اوكي هنا اون ليس لي دون ادجاسونت انتاكت اي اون مي نوتر امبلون بيان سور كل هذايا سوز انستيزي معناتها ما حناش باش نكتهو الباسيون ونقعدو نخدمو اوكي دونك فوالا ميرسي بوكو ان شاء الله يكونوا المشاهدين معناتها استمتعوا بالحصه وكانت سورتو سافا فهمت ولا لا درسك انت اليوم احفظ بالحق وقداش باش مره باش تولي تحك سنيك احكي لي توا ترى ثلاثة مرات في اليوم بعد ال بعد الاكل قداش نقعد ثلاثة ثلاثة دقائق برافو ميرسي دكتور إينيس يعطيك الصحة على النصائح اللي عطيتهم لنا اليوم اللي فادونا وفادوا الكبار والصغار كما قلت قبيليك وفادوا زاد اللي يتفرجوا فينا الكل وتويكا نكونوا كملنا البروميير بارتي نتاعنا نخليكم مع دوزيام اي تخوازيام بارتي سيما